نيجي ناخد درس مقارنة وترتيب الأعداد النسبية، تعالوا نفتكر مع بعض بس الدرس اللي احنا خدناه الأول. أول درس خدناه كان الأعداد النسبية، كنا عايزين نعرف إزاي أصلاً العدد اللي قدامي يكون نسبي أو لأ. قلنا عدد نسبي يعني كسر بيتكتب بصورة ألف على ب، ولازم نقول الشروط بتاعتي إن الألف والب دي ينضموا صاد يعني أعداد صحيحة، وقلنا الشرط الأهم إن الب لا تساوي الصفر، تمام كده؟ وقلنا هنا وخدنا صور الأعداد النسبية كلها، عرفنا إن أي عدد صحيح يعتبر عدد نسبي، خدنا الأعداد العشرية أعداد نسبية، وأي عدد بنسبة مئوية ده عدد نسبي، وخدنا الأعداد العشرية المنتهية والأعداد العشرية الغير منتهية. طب النهاردة هنيجي نقول أنا عايزة أمثل العدد النسبي اللي إحنا خدناه في أول الدرس ده على خط الأعداد. فخط الأعداد نفتكر مع بعض كده، أنا عندي خط الأعداد أهو، أنا عارفة من ساعة ما خدت الأعداد الصحيحة إن الصفر دايماً بيكون في النص. عندي هنا الأعداد الموجبة، عندي هنا الأعداد السالبة، لغاية دلوقتي كده أنا يعتبر بعمل خط الأعداد بتاع الصاد اللي هي الأعداد الصحيحة. طب إيه الزيادة عليه في نسبة الأصول؟ زي لو أنا جيت هنا هحط هنا نص، يبقى كده أصبح خط الأعداد بتاع الأعداد النسبية. ممكن أحط الناحية التانية هنا النص بالسالب، ليه؟ لأن إحنا قلنا إن أي عدد موجب ليه المقابل بتاعه الناحية التانية بالسالب. طبعا الصفر هو النص بتاعي، اللي على اليمين هنا الاعداد الموجبه والشمال الاعداد السالبه، اي قيمه موجوده على اليمين ليها المقابل بتاعها او المعكوس بتاعها على الشمال. طب لو جه واداني مثال قال لي انا عندي عدد اللي هو 3 ارباع، عايز امثله على خط الاعداد، يعني من الاخر انا عايز اعرف 3 ارباع ده مكانه فين على خط الاعداد. قال لي اول حاجه احنا هنمثل خط الاعداد اهو، قلنا بحط هنا الصفر، عندي هنا الواحد وعندي هنا الاثنين، سالب واحد وسالب اثنين. طب انا هحط فين؟ قال لي اول حاجه انا لازم اعرف ثلاث ارباع ده ايه العددين الصحيحين اللي محصور بينهم، يعني ثلاث ارباع ده انا هحطه على خط الاعداد بين ايه؟ بين واحد واثنين ولا بين صفر والواحد ولا صفر وسالب واحد ولا ثلاثه واربعه؟ عايز اعرف المركز بتاعه فين. قال لي طيب انا عارفه ان ثلاث ارباع ديت لو انا حتى مش عارفاها ممكن اجيبها اله حاسبه اشوف هي هتطلع كام؟ ثلاث ارباع لو انا عملتها الآلة الحاسبة هتطلع لي 75 من 100. طب لو أنا بصيت هنا هلاقي ده صفر، يعني العدد الصحيح بتاعي صفر. قال لي أنا باخد العدد الصحيح اللي هنا اللي هو الصفر دوت واخد العدد اللي بعده، لأن ده طبعًا قيمة موجبة، يبقى أنا عندي دلوقتي بين الصفر وبين العدد اللي بعده على طول اللي هو الإيه؟ الواحد. يبقى دلوقتي أنا عرفت إن التلات أرباع لازم هتكون هنا بين الصفر اللي عندي اللي هو الصحيح بيطلع لي على الآلة الحاسبة والعدد اللي بعديه على طول اللي هو الايه؟ الواحد. طب هحطه فين؟ احطه جنب الصفر على طول ولا هنا ولا جنب الواحد ولا احطه فين؟ قال لي طيب دي بقى بدايه الشغل بتاعي ان انا هحاول اخلي الصفر، انا دلوقتي حددت ان هو بين الصفر وبين الواحد. طيب انا المقام بتاعي بتاع العدد اللي انا بشتغل عليه هنا اربعه، يبقى ثلاث ارباع مقام اربعه. طب يبقى انا مشكلتي دلوقتي ان انا عايز اخلي الصفر اللي انا حددته ده مقامه اربعه، وعايز اخلي الواحد برضو مقامه اربعة. انا دلوقتي العددين اللي انا حددت بينهم التلات ارباع عايز اخلي مقاماتهم زي العدد اللي انا خمستهم، يبقى اخلي مقام الصفر اربعة ومخلي مقام الواحد كام؟ اربعة. طب مقام الصفر اربعة ازاي؟ قال لي هضرب هنا اربعة المقام بتاعي في العدد اللي عندي، تمام؟ يبقى هضرب اربعة في الصفر اللي هنا، يبقى اربعة في صفر هيديلي كام؟ صفر. حتى لو انا جيت رجعت بعد كده هقول صفر على اربعه في الصفر، يبقى انا قيمه العدد بتاعتي ثابته زي ما هي ما اتغيرتش. طيب الواحد اخلي مقام اربعه ازاي؟ قال لي هضرب اربعه في الواحد، يبقى اربعه في واحد بكام؟ باربعه، يبقى انا هكتب فوق هنا اربعه. طب لو انا جيت اشوفها كده هلاقي اربعه على اربعه وهي قيمتها الاساسيه بكام؟ بواحد، برضه ما اتغيرتش، تمام كده؟ طب بعد ما خليت العددين بعد ما حددتهم اللي هو الصفر والواحد وخليت مقاماتهم زي العدد بتاعي اللي هو أربعة، بقى صفر على أربعة وأربعة على أربعة، هعمل إيه؟ قال لي هقسم اللي بينهم زي، أنا دلوقتي صفر على أربعة المفروض العدد اللي بعديها كام؟ بعد الصفر الواحد، يبقى أنا عندي هنا في واحد على أربعة، عندي بعديه اتنين على أربعة، عندي بعديه تلاتة على أربعة، هو ده العدد اللي أنا عايزاه اللي هو الثلاث أرباع، طبعًا واللي بعديهم أربعة على أربعة اللي هي أصلًا موجودة، تمام كده؟ يبقى بقسم أربع خانات، أنا عندي المقام أربعة يبقى أنا هقسمها إيه؟ أربعة، يبقى أول حاجة هو دوت واحد على أربعة، الخانة اللي بعديها اتنين على أربعة، اللي بعديها ثلاثة على أربعة، اللي بعديها أربعة على أربعة، أنا عايزة أمثل ثلاث أرباع، يبقى هاجي على الثلاث أرباع ده وهعمل علامة مميزة كده عليه عشان ده العدد اللي أنا إيه؟ عايزاه على خط الأعداد، تمام كده؟ طيب لو جيت هنا قال لي أنا عايزة أمثل العدد
سالب 3 من 10. وقلنا المره اللي فاتت ده اسمه ايه؟ دائري. لما يكون في نقطه فوق كده يبقى اسمه 3 من 10 دائر او دائري. طيب طبعا هو ده سالب 3 من 10 حلو، قلنا العدد الصحيح ده ببص عليه اللي هو الايه؟ الصفر. تمام كده؟ يبقى انا دلوقتي عرفت ان هو الصفر والعدد اللي بعديه. طب يا ميس هاخد الصفر والواحد ولا الصفر والسالب واحد؟ قال لي ده عدد بالايه؟ بالسالب. يبقى انا هاخد الاتجاه دلوقتي بين الصفر وبين الايه؟ السالب واحد. احنا قلنا هنا بيكون عندي الصفر، عندي هنا الاعداد الموجبه، عندي هنا الاعداد السالبه. ده عدد بالسالب يبقى هيتمثل على الاتجاه اللي هو ايه؟ شمال الصفر. تمام كده؟ طيب احنا قلنا ده صفر، يبقى العددين اللي عندي هنحددهم، ادي الصفر وادي السالب واحد. تمام كده؟ طبعا اللي احنا قلنا العدد بيتحسب بين عددين متتاليين على طول، يعني الصفر والسالب واحد اللي بعديه، ما ينفعش اقول الصفر والسالب ايه؟ 2. تمام كده؟ طيب سالب 3 من 10 دائري لو انا عملتها، اصلا احنا اتفقنا بتتكتب ازاي على حسبه، هعمل الصفر والعلامه. 3 من 10 دائري يعني الثلاثه بتتكرر كتير جدا، هقعد اكتب 3 3 3 3 لغايه ما لا نهايه. طبعا اللي هو انا عارفه ان كنت هتطلع لي الاله حاسبه بكام؟ بتلت. طبعا ده بسالب، يعني سالب ايه؟ بتلت، يعني كانه بيقول لي مثل لي العدد سالب تلت. تمام كده؟ طيب حتى لو انا مش عايز اقول سالب تلت وعايز اخد القيمه العدديه اللي هي سالب 3 من 10، اللي هي سالب 3 على كام؟ على 10. انا عايز امثل العدد ده، يعني من الاخر انا عايز امسك المقام اللي هو كام؟ 10. يعني انا عايز الصفر دلوقتي مقامه يبقى 10، والسالب واحد مقامه برضه هيبقى كام؟ 10. طبعا ما ننساش ان احنا بنحط سالب قدام الايه؟ الرقم. طيب قلنا بضرب المقام في العدد، يبقى 10 في 0 هيديني كام؟ 0. طبعا هتاكد 0 على 10 هي 0، يبقى انا كده ما غيرتش العدد في حاجه. طيب السالب واحد قلنا عايزاه في سالب 10، هنضرب 1 في 10 بكام؟ ب 10، و10 على 10 في 1، يبقى انا برضه ما غيرتهاش. تمام كده؟ طيب عندي 0 على 10 و10 على 10، هعمل فيها ايه؟ قال لي هقسم العدد بين الصفر وال10، الصفر وسالب 1 10 بكام؟ 10 خلايا. انا عايزه اوصل لسالب 3 من ايه؟ من 10. قال لي يبقى اول خانه هنا دي هتبقى سالب 1 على 10، اللي بعديها سالب 2 على 10، بعديها اللي انا عايزاها بقى هنا اللي هي كام؟ سالب 3 من 10 دال، او اللي هي سالب 3 على كام؟ على 10. تمام كده؟ يبقى انا الاول بحدد ايه العددين اللي عندي المحسوب بينهم القيمه، وابتدي اقسم على المقام بتاعي واشوف هنوصل لكام. زي لما يجي يقول لي مثل هنا 50%. قلنا دايما هنا عندي صفر، عندي هنا الاعداد الموجبه، الناحيه الثانيه السالب 50%. انا عارف اصلا حتى المعظم حافظ القيمه دي، عارف ان هي ايه؟ 50 على 100. طبعا لما بوصلها لاقصى سطوره هيديني قيمتها بكام؟ بنص. تمام كده؟ طيب النص ده طبعا دي قيمه موجبه، الموجبه نص، يبقى انا عارف ان هو محسوب بين الايه؟ طبعا لما تعملها اله حاسبه هتطلع لك 5 من 10. يعني انا دلوقتي عندي العدد اللي هو صفر والقيمه العدديه اللي بعده على طول، يبقى الصفر والواحد على طول، ما ينفعش اسيب العدد واخد اللي بعديه، ما ينفعش اقول صفر واثنين. تمام كده؟ يبقى انا عرفت ان هو بين اهو الصفر وبين الايه؟ الواحد. تمام كده؟ هنقسمها، قلنا برضه هخليها يا اما هنشتغل على النص يا اما هنشتغل على 50% اللي انتوا عايزينه، بس الافضل ان انا ابسط واخلي المساله سهله عليا في المقامات واعرف اشتغل عليها. زي لو نسيبنا الاثنين دي، انا عايز اخلي مقامي هنا 2 ومقامي ده 2. تمام؟ قلنا بضرب 2 في 0 بصفر، و2 في 1 بكام؟ ب2. طب هنا 0 على 2 وهنا 2 على 2، احنا قلنا المفروض ان انا اقسم كام خانه بالمقام بتاعي اللي هو كام؟ 50. ادي اول خانه عندي هنا، دي 0 على 2، اللي بعدها على طول تبقى 1 على كام؟ على 2. والخانه اللي بعدها على طول اللي هي اصلا موجوده عندي اللي هي 2 على كام؟ على 2. تمام كده؟ يبقى دوت لو اداني اي عدد نسبي يقول لي مكانه موجود هنا على خط الاعداد. طيب هيجي يديني مجموعه القيم، مجموعه من القيم ويقول لي مثلها لي على خط الاعداد ورتبها سواء ترتيب تنازلي او ترتيب تصاعدي. زي لما يجي يقول لي 7 على 5 والصفر و9 على 5 و2 وسالب 1، يقول لي رتب لي ده على خط الاعداد وجيب لي مكانهم فين على خط الاعداد، بعد كده رتبهم لي سواء ترتيب تنازلي او تصاعدي. قلنا اول حاجه هنرسم خط الاعداد اللي عندي، قلنا هنا الصفر وهو موجود كمان قيمته عندي، وقلنا هنا الواحد والاثنين والسالب واحد والسالب اثنين. انا حتى في قيم موجوده اهي اللي هي سالب واحد واثنين والصفر، ممكن اعملهم من الاول عشان اعرف ايه؟ سالب واحد وادي الصفر
وادي قيمه الايه؟ الاثنين. فاضل لي ايه؟ فاضل لي 9 على 5 و7 على 5. تعالى اما نشتغل. طب احنا قلنا باخد 7 على 5 بتبقى جيت قيمتها بكام؟ بايه؟ بالآلة الحاسبة.